على الشعرة وكله هيبقى زي الورد إن شاء الله. ربك يسهل إن شاء الله. مهم أول ما تخلص مع عنتر كلمني على طول. حصل أبو صلاح. جاهز يا زين؟ سيبها على خالك. بركة بركة، أول ما نمشي تقفل أنت هنا وتروح مع الأستاذ صلاح وتنفذ اللي يقول لك عليه بالحرف. حاضر يا حبيبي. يلا نشوفكوا على خير. يلا بينا زين. مع السلامة. اتفضلوا يا بابا لحد ما توصل العربيه. توصل العربيه؟ دي لو وصلت. هتوصل يا رشوان، هتوصل. مش وقت الكلام ده يا اخوانا، يلا نخش جوه الاول، اتفضلوا. اهلا اهلا يا بهوان. اتفضلوا ارتاحوا. ايه؟ تشربوا حاجه؟ احنا مش جايين نتضايف هنا يا سي عنتر. براحتك يا اخوي. مش المفروض ان احنا كنا نبلغ عدل بيه؟ مش تستنى الاول. لما نشوف اذا كان في عربيه ولا لا. انا بلغته زمان على وصول. بلغته؟ طبعا. مش معقول نعمله حاجه من غير علم الباشا، مش كده ولا ايه؟ مظبوط. اهلا اهلا يا عدلي بيه. اهلا وسهلا يا ضو النور يا ضو النور. اهلا اهلا يا عدلي بيه، اتفضل. ازيك يا عمرو؟ الحمد لله. ازيك يا عزام؟ يا باشا. ازيك يا رشوان؟ على فكرة عنتر، الباشا مبسوط منك قوي وبيبلغك تحياته. ربنا يخليه لينا يا باشا. يا اساتذة، أخباركم إيه؟ العربية وصلت ولا لسه؟ على وصول يا باشا، كلنا منتظرينها. قول لي، الولد اللي سرق العربية ده يعرف إيه اللي جواها؟ ما افتكرش يا باشا، ما جابليش يعني سيرة حاجة زي دي. ما يمكن بيلعبك. ابني ما اظنش يا باشا. ما فيش حاجه اسمها اظن وما اظنش في الشغل بتاعنا. وانت شايف ايه يا عدلي بيه؟ انا شايف ان انت اول ما تستلموا العربيه وتتاكدوا من حاجه اللي جواها تخلصوا من الولد ده وترموه في اي صبه اسمنت. هو ده عين العقل يا عدلي بيه. بس انا اديته كلمتي ووعدته بالامان. دي اوامر الباشا الكبير يا عنتر. اوامر الباشا الكبير سيف فوق رقابينا كلنا ولازم تتنفذ. ولا عايز تكسر اوامر الباشا الكبير؟ لا يا عدلي بيه، احنا كلنا تحت امر الباشا الكبير. ايوه. حربي وصل يا عنتر بيه. يلا بهوات، اتفضل. ايه ده؟ امال فين التريلا يا سعد؟ مش انا قلت لك الواد ده نصاب وهيضحك عليك؟ مساء الخير يا بهوات. التريلا فين يا حربي؟ موجودة يا باشا، موجودة في الحفظ والصون. هي فين؟ تسلمني فلوس المعلمة انشراح الأول، التريلا تكون عندك هنا في غمضة عين. أنت بتتشرط عليا يا حربي؟ ما عاش ولا كان اللي اتشرط عليك يا باشا، بس ده كان اتفقنا من الأول يعني، واللي أوله شرط آخره نور. سلمني الفلوس أسلمك التريلا على طول. ها؟ فين الفلوس بقى يا باشا عشان يعني نلحق نمشي على طول؟ فين؟ أيوة عنتر بيه.
هات الشيك من رشوان بيه. مش لما تيجي العربية الأول ولا هو كلامه وخلاص. رشوان اديله الشيك يا رشوان. تحت أمر سعادتك. هو عزام بيه معاكم في اللعبة دي؟ خليك في حالك. ومين الجدع المحترم اللي واقف هناك ده؟ ملكش صالح. الشيك عنتر بيه. فلوسك. ولو ان يا باشا كنت افضل يعني ان الفلوس تبقى كاش، بس مش مشكله، مقبوله منك عنتر بيه. تريلا فين؟ حالا. نهدى ثانية واحدة والتريلا هتكون قدام عينيك. حرب المهدي قد كلمته؟ ها؟ تريلا بالحديد قدام عينيك زي ما قلت لك اهو. عداني لعبه وازح انا ها؟ هاي السلام عليكم. استنى عندك انت وهو. خلصوا عليهم يا رجاله. استنى رشوان. قبل ما نخلص عليهم نتاكد الاول ان الحاجه كلها في العربيه. فرحي انت وحنفي ومفيد راجعوا الحاجه اللي في العربيه. كده يا فالح هنتصرف ازاي في النصيبه اللي احنا فيها دي يا عم الفصيح؟ اهدى زين اهدى. ليه كده يا عنتر بيه؟ ده من امنك لم تخونه لو كنت خاين يا جدع. الامثله الشعبيه الخايبه دي دول عندكم في الحاره هناك، انما عندنا هنا الكلام ده ما يجيبش هم وقت منك له. واللي يلعب لعبه مع الكبار ما هوش قدها لازم اخرته تبقى كده. كده يا عنتر بيه؟ بقى هي دي كلمتك؟ غصب عني يا حبيبي. صدقني غصب عني. رشوان بيه؟ رشوان بيه؟ ها لقيت الحاجة؟ لا لا؟ يعني ايه لا؟ هنا الحديد لكن لا. نهار اسود ازاي الكلام ده؟ ايه ده؟ يعني ايه مش موجود؟ مش موجود يا باشا. يعني ايه مش موجود؟ مش عارف. فين البضاعة يا حرب؟ ما الحديد يا باشا قدام عينيك في التريلا اهو. حديد ايه؟ انا بسالك على البضاعه الثانيه. البضاعه الثانيه؟ البضاعه الثانيه دي بقى زين، هو كان في بضاعه ثانيه في التريلا؟ بضاعه انا مش عارف، ما اعرفش حاجه عن موضوع البضاعه الثانيه دي خالص. انت هتسوق الهبل على الشيطان هلا منك لو. الله يسامحك يا باشا، الله يسامحك. هتقول البضاعه فين والا؟ ولا ايه يا باشا؟ هتعملوا فينا ايه اكتر من اللي كنتوا هتعملوه دلوقتي؟ ايه؟ هتموتونا مرتين؟ انت هتتكلم ولا افرغ ده في دماغك؟ لو عملتها يبقى عمرك ما هتشم البضاعه دي تاني. يبقى افرغه في دماغ صاحبك. اتكلم يا حربي، رشوان دي مجنون. اسمع الكلام يا حربي وقول الحاجه فين. وبعدين انت يا حربي، الراجل ده مجنون وكده كده هيموتنا، يبقى نموت احنا ويموتوا هما بحسرتهم على البضاعه اللي عمرهم ما يشوفوها من غيرنا. كده حلو، يبقى انت كده جبته لنفسك. رشوان هاتوهم وحصلوني بيهم على جوه من غير ما تأذوهم. ماشي. يلا يا اخويا. يلا حبيبي. يلا يا خفيف اطلع.
خش خش يا حبيبي خش. اسمع يا ابني انت وهو، احنا عارفين البضاعة معاكم، قولولنا على مكان البضاعة فين وانا مستعد ما اخليش حد يمسكه بسوق. طب وايه اللي يضمن؟ انا هديكم كلمة شرف. شوف يا باشا، حكاية كلمة شرف دي ما تاكلش معانا لمؤاخذة، بس انا هريح قلبك على الاخر، البضاعة عندنا وفي الحفظ والسوق. عندكم؟ عندكم فين؟ ما تنطقط منك لو بدل ما جلت تشلكه. طب لازمتها ايه طب طولة اللسان دي؟ اسكت يا رشوان. يا عادل بيه دول ما يقولوا اخلط خالص. انت اسكت. يا حربي، ما قلتليش البضاعة فين؟ البضاعة عند واحد صاحبنا يا باشا، ومعاه جواب صغير. لو احنا ما رجعناش قبل أذان الفجر، هيسلم البضاعة بالجواب للبوليس. والجواب ده بقى فيه كل حاجة عن البضاعة، وأسماء أصحابها. كله يا باشا. بيتهيألي يا باشا، يعني أنت ما تحبش إن البوليس يتدخل ما بيننا وما بينك. نخلي الطبق مستور أحسن يا باشا. مش كده ولا إيه يا باشا؟ خدوهم على بره وما حدش يقرب لهم. لغايه لما اخرج لكم. يلا يا اخوان. هو خلي بالك يا باشا، انا مش مسؤول على اللي هيحصل لو ما رجعناش قبل اذان الفجر. ماشي يا حبيبي. يلا يا اخويا. يلا يا بابا. يلا يا حبيبي. يلا يا عم. يلا بره. وبعدين يا عادل بيه، هنتصرف ازاي دلوقتي؟ يا جماعه انا شايف ان انتوا تسيبوا الموضوع ده ليا، انا هقطع من جسمهم حتت لغايه ما يقروا ويقولوا البضاعه فين. المساله مش عافيه يا رشوان، دول عيال صيع، مهما تعمل فيهم مش هينطقوا بكلمه. خلاص روحهم بقى في البضاعه. ده غير الجواب اللي معاهم، هيودوني بيه في 60 داهيه. جوابات بس ايه اللي انت بتتكلم عليها يا عنتر؟ ده كله تهويش في تهويش. وافرض بقى حقيقي، مسائل لازم تتاخذ بمنتهى الحرص. صح صح يا عدل بيه، احنا كنا فاكرين انهم مش عارفين حاجه عن البودره، طلعوا انهم عارفين وفاهمين وعاملين حساب كل حاجه. ايوه، احنا عشان كده لازم نعمل حساب كل حاجه. يعني ايه؟ نسلم رقابينا لشويه عيال جرابيع زي دي ونفضل تحت رحمتهم؟ الموقف بقى متعقد خالص. أنا هكلم الباشا. مساء الخير يا سعادة الباشا، أنا آسف إن أنا بتصل في وقت متأخر زي ده، بس الحقيقة يعني في حاجات جدت كان لازم أبلغ سعادتك بيها. تفتكر هنخرج من هنا على رجلنا يا عم حاربي ولا على نقينا؟ والله يعملونا صبة مسلح في عمارة فخمة من العمارات دي كلها. تفائل يا عم زين، تفائل وبطل تشاؤم. بقول لك ايه يا عم مفيد؟ ايه؟ ليش معاك سيجارتين كده يا عفار ومانا وزين؟ نفسك هفاك قوي على سجاره؟ يا عم ده المحكوم عليه بالاعدام بينفذوا له اخر طلب هو عايزه. من عينيا الاثنين. كويس الاثنين. سيجاره واحده؟ حلوه. ولع. تشكر يا ذوق. أف امسك. حصلت الموت كمان. نفخ يا زين، نفخ وسيبها على الله. كله على الله يا عم حبيبي، كله على الله. تمام يا باشا، تعليمات سعادتك هتتنفذ بالحرف الواحد. مع السلامة يا باشا. تعليمات ايه اللي الباشا قالك عليها يا عدل بيه؟ ما تتكلم يا عدل بيه. الباشا بيقول ما دام الولدين دول لجأوا لعنتر من الأول، يبقى عنتر هو اللي يخلص الموضوع ده بطريقته ويرجع البضاعة. يا سلام، يعني إيه بقى عنتر يمسك الموضوع كله لوحده؟ ده كلام تخريف، كلام فارغ. لم لسانك، نسيت نفسك ولا إيه يا رشوان؟ تعليمات الباشا الكبير، تعليمات الباشا الكبير واضحة، ولا عندك اعتراض؟ لا 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 عدل بيه، مفيش اعتراض ولا حاجة. هو في حد مننا يقدر يعترض على تعليمات الباشا الكبير؟ ده تعليمات الباشا الكبير سيف فوق رقابينا كلنا زي سعادتك ما قلت، مش كده ولا ايه يا رشوان؟ طبعا طبعا. عنتر، الباشا بيقولك لازم تخلص الموضوع ده بهدوء ومن غير شوشرة وبأسرع وقت. قول للباشا يطمن، كل الطين اللي حصل لادي هنخلصه منه ومن غير شوشرة كمان. أسيبكم أنا بهوات، تصبحوا على خير. تمام. على السلامة يا بيه. سلام عدل بيه.